السلام عليكم ورحمة الله. أنا ورحمة الرحمن أحمد دفعلا. أنا حاليا في تيد جلوبال مؤتمر تيد العالمي, ودي الأريا دي اسمها التيد أوبن ترانسليشن بروجكت لاونج. الحتة دي مخصصة للمترجمين بتوع تيد المتطوعين. أنا ومعي خالد ومعي الشباب حنكون من اللغة العربية, وحاليا دارين نعرف أكثر عن الحتة دي والحتة دي متوقع يحصل فيها شنو. معانا كريستين واين بيجلر, هي الـ Open Translation Manager Director بتاع TED. هتكلمنا عن الحتة دي, who sponsored, who supported, who designed and so on. So Kristen, so we're really excited about having this new translator lounge. Last year we had a smaller one, but this year Skype is sponsoring both the lounge and also providing us the ability to I'm not sure that's going to be so great. No. Keep going. Okay. Providing us the ability to bring some of you to the conference with us to participate in the discussions after watching the conference on the live stream. Shepherd Ferry Studio, number one, created this great design and logo for us. Can we move to the design? And Brian Yay of Yay Studio helped design some great bean bags for us to make everybody comfortable. And so maybe we should go look at that. Yeah, let's go. Stimulating global competition. شايفين المقاعد يعني وثيرة وجميلة كده, هيكون فيها discussion, هيكون فيها panels, هيكون في كلام هنا ده live عبر السكايب. الكلام ده هيكون مقسم على أكثر من حتة, هيكون في session عن ليه نحن نترجم, why we translate, and then هيكون في panel تاني عن اللغة العربية تحديدا, عن الكونتنت العربي على الإنترنت. الكونتنت العربي في كل الأشكال بتاعته, في الشكل بتاع الصورة, في الشكل بتاع التكست, في الشكل بتاع الفيديو, ودي كلها حاجات مفروض إحنا نعملها. يعني إحنا بنعمل translation لل TED Talks, الترجمة دي عبارة عن كونتنت بيستفيدوا منه الناس تانية, لكن ده ما معناه إنه الترجمة فقط هي الوسيلة الوحيدة. We can create our own content, صح؟ Okay. So here's the Skype, right? Set up. Sound, I guess. Okay. We're gonna have four panelists and a host, and then people will be Skyping in remotely sound. From all sorts of countries. And we'll be having discussions at every break and sometimes at lunch. Yeah, we'll have the lunch here, right? Then we're really excited about one session that's going to be hosted by Sammy from Tagridat. Tagridat, yeah. And المبادرة بتاع تغريدات لترجمة المحتوى للغة العربية برضو يعني عاملة مجهود كبير جدا. هم ساهموا في ترجمة الواجهة بتاعة الموقع بتاع TED.com مع مجموعة من المتطوعين من TED, من المشروع الترجمة المفتوح. هيكون في سامي مبارك من تغريدات, هيكون في مينا عبر السكايب, وهيكون في برضو متطوعين تاني من مشروع الترجمة المفتوح بتاع TED, هيشاركوا كلهم في يوم الأربع الساعة what time was it? It's 10. I'm not sure about the time. في البريك الأول إن شاء الله later رح أكتبه لكم في الشرح بتاع الفيديو ده على اليوتيوب. بصراحة شديدة أنا من ما بديت أترجم المحتوى بتاع TED للغة العربية لحد هسه شايف كل مرة المشروع ماشي يكبر بالطريقة يعني ممتازة جدا. ما في كونتنت أفضل من كده ممكن نترجمه حول الأفكار تستحق الانتشار. هديكم فيديو تاني لاحقا. Thank you.